تعد هذه البلدة أكبر متحف مفتوح في شبه جزيرة العرب، وأهم محطة في طريق تجارة البخور والتوابل القديمة. إنها مدينة الماء والخضرة والتاريخ العريق، تيماء النخيل ساهم وقوع المدينة في الشمال الغربي لجزيرة العرب في أن تكون قديما مطمعا لكثير من الأقوام، ولذلك نشأت كثير من النزاعات فيها. مر من هنا الراحلون من جنوب جزيرة العرب إلى شمالها، وهنا توقف القادمون من بلاد الشام في طريقهم إلى كثيرة هي الأقوام التي عاشت أو مرت بتيماء، فهناك البابليون والآشوريون والأنباط وأيضا الفراعنة وغيرهم، وتركوا آثارهم ونقوشهم فيها. لكن هذه المدينة العجيبة التي لا يمكن وصفها بأنها نجدية أو حجازية، والتي تعيش وسط بحر من الرمال العظيمة، كانت جاذبة للجميع. ويكفي أن الملك الباب
البابلي الشهير نابونيد ترك حكم الهلال الخصيب واستقر في تيماء 10 أعوام كاملة. تيماء كما هو معروف مدينة تاريخية تعود في تاريخها إلى آلاف السنين، ربما إلى أكثر من 7000 عام. طبعا وجد فيها عديد من المواقع الأثرية التي تعود للعصور الحجرية، ومؤخرا تم العثور على مواقع تعود للعصور الأشولية التي تعود إلى ما قبل 9000 عام قبل الميلاد، وعثر على الكثير من المتحجرات التي تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بكثير، بل أنها تعد مسألة الآلاف إلى ملايين السنين. كانت مياه تيماء الغزيرة سببا رئيسا في أن تكون محط الأنظار على الدوام، ولا تذكر المياه في تيماء إلا وتذكر بئرها الدجاج، إحدى أقدم وأشهر وأضخم الآبار في جزيرة العرب منذ قرون، وهي بئر هائلة الفوة إذ تصل إلى نحو 65 مترا، وتتزود بالمياه من عين في جهتها الجنوبية التي بدورها تسير في قنوات حجرية حتى تسقي المزارع القريبة منها، كما تسقي بعض القصور القديمة في المدينة. في القرن الرابع الهجري تيماء مدينة واسعة قديمة كثيرة النخيل هائلة البساتين غزيرة المياه، ووصف عبد الله
الماشية التي كانت تقصدها من بعيد، فهي كانت تستوعب ما يقارب 100 رأس من الإبل للسقي في وقت واحد أثناء حر الصيف القائد. عايشين جميع أهل البلد على البير هذا، جميع الأشجار بأنواعها، وعليه سوان 99 بعير كلهن شغالات ليل ونهار. كما المياه فإن النخيل والحمضيات والزيتون والعنب من أشهر ما يعرف عن هذه المدينة المغرقة في القدم، مستفيدة من وفرة مياهها وخصوبة أراضيها. ولا تزال زراعة النخيل والزيتون مستمرة فيها مع الأخذ بالأساليب الحديثة في الزراعة والتسويق الزراعي وإنشاء المصانع المخصصة لذلك. ولا ينافس النخيل زراعيا في تيماء إلا الزيتون والزيت المستخرج منه، ثم تأتي الحمضيات.
المعتدلة هي التي جعلت القدماء يبنون قصورهم في تيماء. ومن أبرز تلك القصور قصر الردم الذي يرجع عمره إلى النصف الأول من الألف الأول للميلاد. وثمة اكتشافات تشير إلى أنه كان يشرب منها الدجاج عبر أقنية حجرية تصل إلى داخله. وفي تيماء أيضا قصر الحمراء، وهو مبنى ذو ثلاثة أقسام، الأول معبد والآخران للسكن. ومن أهم معثوراته مسلة تحمل نصا آراميا وحجر مكعب يحوي مشاهد ورموزا مختلفة. يعود تاريخ القصر إلى القرن السادس قبل الميلاد. وأمام القصر تقع سبخة عظيمة هي جافة الآن. وهذه السبخة التي تحيط بالتيماء من ثلاث جهات لا يزال في مناطق كثيرة فيها سور تيماء الكبير الذي يعلو في بعض الأنحاء إلى 10 أمتار. ومنذ العام 2004 ميلادية تعمل فرق سعودية ألمانية في التنقيب الأثري في تيماء. ومن الأمور التي وجدتها الفرق في المنطقة التي تسمى قرية خندق ضخم بعمق 6 أمتار وعرض 8 كان يملأ بالماء كخط الدفاع عنها غير سورها الكبير. لم تتوقف التنقيبات عند الفريق السعودي الألماني، وإنما أيضا هناك فريق آخر سعودي بريطاني يعمل على سبر المنطقة حول تيماء، خاصة منطقة البحيرات الجافة التي تتركز في عدد من المناطق شمال وجنوب تيماء. هذه المواقع أيضا أشارت إلى أو وجدت بعضها آثار مهمة ومتكاملة وكثيرة لتشير إلى وجود بعض من الحيوانات المنقرضة التي لا تتواجد حتى قبل 100,000 عام، وقد سجلت عدد من أنواع الحيوانات مع مرافقة لبعض الأدوات الحجرية المغلة في القدم.
القصور في القرون القليلة الماضية مثل قصر الإمارة الذي يعد أحد أهم معالم العمارة التقليدية بالمملكة. ويقع المبنى إلى الشرق من بئر هداج، ويقوم على 6,000 متر مربع، وهو مشيد من الحجارة واللبن. كما ظهرت الأسواق المبنية من الطين التي تناسب أجواء المدينة، وأهمها سوق الناجم المجاور لبئر هداج. نظرا إلى أهمية التيماء التاريخية، أقيم فيها متحف متخصص تعرض فيه قطع أثرية نفيسة ومواد تراثية متناولة تاريخ المدينة ابتداء من عصور الاستقرار البشري الأولي وحتى العصر الجاهلي الذي يمثله عصر السمو ابن عادية، وصولا إلى دخول تيماء في الإسلام وحتى العصر الحديث.
ورغم كل تنوع الحضارات والكتابات الأثرية القديمة على الصخور في التيمة، فإن فيها تنوعات أخرى مثل طبيعتها الصحراوية، وهو ما يطلق عليه شعبيا البر، ويفضل كثير من أهالي التيمة الخروج إلى الصحراء والتنزه فيها وإشعال النار والالتفاف حولها وشرب القهوة العربية وتجاذب أطراف الحديث وما حصل وما جرى في مدينتهم الجميلة. وكما كل المناطق الصحراوية، فإن تيماء هي الأخرى تحافظ على تقاليدها القديمة المتمثلة بالاهتمام بالإبل والرعي، مستفيدة من توافر الغطاء النباتي في كثير من فصول السنة. وفي تيماء أيضا جبل عرنان الذي يعتبر مرعا مميزا للإبل والأغنام. عرنان جاي الشيل الطيب وارضه مبروكة وتحب هالبل. الله الله، وان شاء الله يجاها خير وياها خير في ابل اجدادنا وابانا من يوم خلقنا. اللي شت فيها والحليب فيها والركوب فيها والمقلب فيها، والحمد لله واليوم نعم في كل مكان الحمد لله. ولا يخلو بر التيماء من جبال شهيرة، ففيها جبل غنيم ويقع جنوب شرق التيماء بمسافة 10 كيلومترات، وعلى الواجهات الصخرية للجبل نقوش تشير في معظمها إلى رموز عقائدية قديمة.
وعلمتنا كيف نشتغله وشبقتنا به ودعت نحب شغله ويصير لنا هواية. من يوم الصغار احنا كذا عايشين ببيت شعر، عايشين ببيت شعر، نغزل ونبرم وننطى ونسوي اللي انت تشوف، والحمد لله رب العالمين. يعني هوايتنا هذه سبحان الله متعودين، ونفسي ان نعلم اللي ما يعرف، مثل الطالبات اللي يدرسن هذي اللي عندها هوايه نعلمها عليه، مستعدين نعلمها عليه، والحمد لله. تنشط حركة التجارة التقليدية في تيماء نشاطا ملحوظا، فنجد فيها أسواق الإبل والأغنام وكذلك بعض المأكولات والسلع التقليدية التي تباع على هامش تلك الأسواق. نجي بعد الصلاة الصباح نسوق الغنم ونبيع هيل وقهوة وتمر وبقل. البقل هذا قليل نوعه، هذا أكل كل منه للبادية وللناس كل. والله الحين اللي رابع أسبوع، هنا والحمد لله ارتحت، والصراحة التيم الطيبين وكل شغلته الطيبة.
عدة من المدن العجيبة الساحة.